فصائل المقاومة كان لها دور أساسي في مكون الحشد الشعبي وتكوين الحشد الشعبي. قيادات الحشد الشعبي الذين لهم الخبرة العسكرية العميقة وأسلوب المقاومة ومقارعة الاحتلال الأمريكي. إحنا كنا كفصائل المقاومة عندنا أفراد معدودين قد يتجابون يعني. الفتوى وفرت عدد هائل من الناس في التعامل والتعاون والإقبال للتطوع إلى ساحات الجهاد. طبعاً صدرت الفتوى، أنا واحد من الناس رحت دورت لي بدلة عسكرية وحاولت أخذ لي أشتري من السوق في الشيخاكي بنفس اليوم البسيط. صدرت أنا شخصياً رسالة إلى كل المجاهدين وإلى الكادر الجهادي الذي عمل سابقاً بالعمل الجهادي، واعتبرت هذا تكليف عيني عليهم. التكليف كان كفائي بالنسبة للناس، بالنسبة أن لمن يملك التجربة يعتبر عين باعتقادي. وحضروا مئات الشباب، حضروا مئات الكادر، بالإضافة إلى فصائل المقاومة اللي كانت حاضرة بالخطوط الأمامية في أيام الفتوى. وشكلنا مقر قيادي، شكل المقر القيادي في بيتي عزام في بغداد، وأخذنا على الخريطة ما هي خطة داعش. طبعا احنا بالقعده الاولى وضعنا المخطط لتشكيل الحشد، يعني الحاج ابو مهدي والعناصر القريبه من عنده صدوا لتحمل المسؤوليه، كان هو داعم بالاضافه الى حضوره بالجلسات واجتماعات التخطيط للعمليات. طبعا اكو هناك عناصر من الاخوه المستشارين كان لهم دور كبير في التخطيط للعمليات وقياده العمليات. ومن أول لقاء أنه قدرت أنه قلت هذا راح نقدر نشتغل وراح ننجح في تحرير محافظة صلاح الدين، لأن كان متعاون. وأنا سألت بعض أسئلة لأشوف شخصية الداخل هالشخص شنو، فحقيقة ما شفت إلا داخله أنه وحدة العراق ووحدة البلد. وأول لقاء تكلمت معه قلت له ما أريد منك عهد أنه تنطيني كيف نحافظ على سامراء. فالرجل حقيقة أعطاني كلام وقال أحدك أنه كيف نحافظ على سامرة. قلت له حفاظنا على سامرة ترى حفاظنا على وحدة العراق ووحدة البلد. السلام عليك يا أبا عبد الله، بركة دماء الحسين عليه السلام، بركة دماء الشهداء، بركة محرم الحرام. حقك هذا نصرنا، نحن على باب الفتح. حركنا ايضا باتجاه امرلي، وفكر حصار عن امرلي بسرعه، ثم ارسلنا قوه ثانيه انا رحت على راسها وياها من الاخوه في كتاب امام علي، وحفظنا بلشنا بالاشتباك مع داعش حتى لا يهجم الى حين تحريرها. حفظنا بيجي ايضا، ارسلت مجموعه من الاخوه من عصائب اهل الحق الى بيجي لتعزيز مصفى بيجي وعدم سقوطه، وحافظوا عليه من السقوط الى الاخير. الاخوه اليزيديين والاهالي، اهلنا اليزيديين ايضا في سنجار، تم سعي لإخلائهم من المنطقة بعد خلو المنطقة من البيشمركة وقوة عسكرية تدافع عنهم. وبالتدريج اشتغلنا بعد ذلك على جرف الصخر وفتح طريق سبايكر البري وهكذا.